الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هذا هو استاد احمد ايجو بالعاصمه الكاميرونيه ياوندي امام اندار جاني انفانتينو، وكذلك اعضاء الاتحاد الافريقي لكره القدم. هنا ياوندي، هنا استاد احمد ايجو. مباراه الترضيه، مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع، ومباراة من أجل إنهاء المشوار بوركينا فاسو والكاميرون قبل الموعد النهائي الآن بين مصر. حسب المغرب رضوان جيد، يعطي الضربة التالية. هناك ويد راوغو في حراسة الكوي رقم 14، إضافة إلى هنا البطولة التي تنظمها للمرة الثانية في التاريخ في الكان الحالي. يتعلق الأمر بمنتخب السنغال. لما نحكي عن السنغال نحكي عن أكيد الماندي، ونحكي كذلك عن كوليبالي، وباقي سلام على طول، والعرضية وفيها تماس. عنده قوة ضاربة ولكن دفاعيا في أدتنا على الحضور بنفس الأداء وبنفس الروح. ريال في صافر أم لا؟ الكرة ترفع على القائم الثاني وبالرأس، لكن مرة جانبية. أول مناورة هجومية للأبي أوركيني هنا في الإعادة. تلعب هذه الضربة هنا أمامية لكن سهلة بعد ذلك لحارس المرمى جويد راغاو. بالعودة إلى الدور الفاصل، جوج يرفع كرة باسو جوج، والمتابعة لحارس المرمى جويد راغاو. إذا راغاو أمامنا على الصورة، فريد جويد راغاو، والعرضية بعد ذلك والراسية مرت هنا بسلام على المرمى البوركينيا. ونانجو ويونغو العرضية، ونزلت خطيرة، والجول الأول يضيع. الجول الأول يضيع عن طريق أول إنذار وأول تهديد صريح للأسود الكاميرونية. الآن تحاول أن ترفع لقاع في هذه اللحظات، والبدلاء هم من تمنح لهم الفرصة اليوم لإثبات الذات. وليقولوا نحن جبريل لازالت لي بوركينا فاسو، والجول الأول لبوركينا فاسو. الخيول البوركينابية تفعل في هذه اللحظات، وباتران تراوري هو من صنع الهجمة والخاتمة بأحلى صورة وبأحلى لمسة. جات بالأفضلية لمنتخب بوركينا فاسو هنا باستاد أحمد أيجو. إذا النتيجة تتغير هنا في المراوغة، تحضير في العمق، ماذا هناك؟ لا وجود للكرة البينية وإمكانية جول ثاني، ولكن أونانا يخرج، أونانا يقطع الطريق، والصافرة المغربية ستوقف في هذه الأثناء. نعم، تتوقف في هذه اللحظات إصابة أونانا بينما الكرات البينية في إطار المدافعين، وهذا الأمر يعني قلنا صلاح في الموعد بينما الكرة الأمامية والتغطية الركنية وبالرأس موكودي. إذا تلعب هذه الجانبية، وهذه فرصة وقع فيها مدافع منتخب بوركينا في لمسة يد أملا. الحكم يقول احتجاج من العناصر الكاميرونية على رضوان جيد بداعي وجود لمسة يد وركلة جزاء. والحكم ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. بايزو يرفع في القائمة الثاني. جبريل جبريل جبريل، هو جبريل عيسى. والحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ الكرة تجاوزت الخط مشاهدينا الكرام. عيسى كابوري إلى اليمنى. إذن هدف بالفعل، هدف بالفعل. رضوان جيد يقر بالهدف في هذه اللحظات. وخطأ في تقديرك يا أونانا، خطأ في تقديرك يا أونانا، لأن الكرة لم تتجاوز الخط بكامل محيطها. يمكن يترفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء البحث عن بوبكار، والخطأ يقع في بوبكار، وبالتالي الامتياز يرجع لبوركينا فاسو. إذن بوبكار وباوكين، فعلا باوكين يتلقى البطاقة الصفراء لاعب نادي أنجي صاحب 29 سنة، واللي سجل بالمنال الرفقاء بوبكار. ننتظر الى التغييرات اللي احدثها المدرب هنا توني، ستنعكس ايجابا على الاداء الهجومي وعلى الفعاليه امام المرمى. باترون في التحضير، جول بالراس يا اونانا. جبريل وترى الذي ينشط في الدوري المغربي بالراس هنا حتى في الشباك الكاميرونيه يا اونانا. 3-0 هنا ضربه قاسيه. شوف المساحات الموجوده، مهاره مراوغه والتسديده، التسديده والكره على مرمى الحارس اونانا.
المرة هذه التسديد عن طريق العبيري يسد. تلعب هذه الركنية بالرأس لكن عالية عالية. هدف التغطية لازلت كاميرونية. في لدينا كرة كاميرونية. الأول تلعب هذه الكرة العرضية يخرج. هنا ردة الفعل ممتازة من كويدراغو. كويدراغو الحكم يوقف اللاعب في هذه الأثناء. بوركينا فاسو مشاهدينا الكرام. البحث مباراة تلعب هذه الركنية بالرأس في القائم الأول. يا خطأ 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 موجود الحكم ماذا يشير ركنية. الحكم يقول في ركنية جيد. سنتابع الإعادة أكيد. تلعب هذه الركنية والرأسية. الهدف يأتي أخيرا. الهدف الكاميروني يأتي عن طريق اللاعب باوكين. في هذه اللحظات أصبحت 3 أهداف مقابل هدف واحد بعد مد هجومي قوي للكاميرون. باوكين يتمن بينما تلعب هذه الركنية وخطيرة. جول والثاني كاميروني. الثاني كاميروني. العودة القوية للكاميرون. أبو بكر يعيد الأمل للأسود الغير مروضة في هذه اللحظة. وماذا لو دخل بأبو بكر ودخل بكام. وخطأ وخطأ وجول. الريمونتادا يا الكاميرون. العودة القوية يا كاميرون. طالما لديك أبو بكر هو منقذهم. سجل هو مصدر الخطر. خطأ فادح في الدفاع والحارس كويدراغو. العودة وأي عودة.